مش كده؟ بالتأكيد زي أي ما لسه كانت بترصد لنا الحقيقة التداعيات اللي حصلت على كل اقتصاديات العالم والدول الكبرى الحقيقة من الأزمة الروسية الأوكرانية. شفنا الحقيقة فعلا مجموعة من يعني الظواهر اللي ما شفناهاش قبل كده، ويمكن الجيل بتاعنا لم يشهدها، ونسبة التضخم اللي وصل لها لم يشهدها بقى هذا الجيل منذ الحرب العالمية، بنتكلم من الحرب العالمية الثانية، ما شفناش مثل هذه الموجة من التضخم، ارتفاع كبير في أسعار الغذاء، ارتفاع كبير في أسعار الطاقة على مستوى العالم. الإيجابي في الموضوع بقى أو الخبر اللي هو معانا أن رغم هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي، لكن التقرير الخاص بمدفوعات أو ميزان المدفوعات خلال السنة المصرية في معاملات بقى الاقتصاد المصري 2021-2022 بيقول أن احنا الحمد لله حققنا العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها تحقيق الإيرادات السياحية زيادة، أو السياحة حققت زيادة تفوق الضعف، وكمان تصاعد كبير في حصيلة رسوم المرور من قناة السويس، وده رغم التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية اللي لسه كنا بنتكلم فيها، اللي أسهمت بشكل كبير في الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والسلع الأساسية. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل عن هذا التقرير، وكمان تعليق على ما يحدث في العالم من جراء هذه الأزمة. معنا على التليفون الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، ويمكن من خلال حضرتك تابعت معانا الخبر اللي فات، وإحنا بنرصد ما يحدث في العالم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فعايزين تعليق حضرتك على كل هذه الظواهر اللي بتشهدها كبريات واقتصاديات كبرى على مستوى العالم، وفي نفس الوقت الحمد لله الاقتصاد المصري كل المؤشرات بتاعته إيجابية رغم هذه الأزمة الكبرى. تفضل. الحقيقة احنا بنشوف يعني كخبراء اقتصاد بنحاول ان احنا نشتغل على الارقام ونبدأ نحلل، هل هذه الدولة مثلا منذ 5 سنوات او منذ 10 سنوات كان معدل التضخم عندها كام، عندها البطالة كام. فلما بنحاول ان احنا نبص دلوقتي على المشهد الدولي، حان المشهد الدولي دلوقتي مشهد يتمتع بالضبابية، في نوع من النوع يعني عدم التوقع الحقيقي للمؤشرات لدى كل صانع السياسة المالية والسياسة النقدية على مستويات العالم، كل البنوك المركزية. لكن المؤشرات اللي بنشهدها على أرض الواقع كلها مؤشرات سلبية. دي حقيقة على مستوى العالم. أنا بقول لحضرتك أنه المشهد ضبابي شوية على مستوى العالم. وأكثر أزمتين أثروا على العالم، ودول يعني لما بنتكلم عن الحرب العالمية الثانية كنا بنتكلم على حرب بين دول، لكنها ما كانتش بتأثر على اقتصاد باقي الدول. لكن أزمة كورونا كانت أزمة صحية في المقام الأول، لكنها انعكست على الاقتصاد، لكن تأثيرها على اقتصادات الدول العالمية كان بقدر الصلابة اللي كانت كل دولة بتتمتع بيه. لكن القشة التي قسمت ظهر البيض هي الأزمة الروسية الأوكرانية، لأنها أزمة بتتعلق بالطاقة من جانب، ومن جانب آخر بتتعلق بالغذاء، علاوة على أنه روسيا بتتمتع بثقل كبير جدا، 60% من الغاز متى على انها بتصل الى 40% بالنسبه لي الشرق الاوسط، بالنسبه لي القمح، علاوه على انه بنتكلم على انه الشتاء الان في دول اوروبيه سوف يكون شتاء اكثر قسوه. كل هذه الازمات يا فندم لخصت حاجتين كبار جدا، انه ارتفع التضخم في كل الدول الكبرى، علاوه على انخفاض معدل البطاله بشكل كبير جدا، في حجم بطاله ضخم جدا، وبالتالي كل هذه الازمات عصفت بالسياسات الماليه والسياسات الاقتصاديه، ودي اللي ادت الى انه يعني الاقتصاد العالمي اصبح في اقتصاد هش في مواجهه هذه الازمات في التوقيت الحالي. طيب المعالجة الحقيقية لهذا الأمر إنه كل دولة لديها مجموعة من المحددات ولديها مجموعة من الاستثمارات بتقدر تشتغل عليها كنوع من المغايرة حتى تواجه هذه الأزمات. لكن بفضل الله وبفضل القيادة السياسية في مصر، بعض الأمور وبعض القرارات اللي اتخذت في عام 2015 ادت الاقتصاد المصري أكثر صلابة، أكثر متانة في مواجهة الأزمات. عندنا برنامج إصلاح اقتصاد منذ عام 2015، وده كان المحدد الرئيس لولا لما نصل في 2018 الى 5.6 معدل نمو، ما كانش صندوق النقد الدولي بيتوقع ذلك. وصلنا الى 7.5 معدل بطاله، كان معدل البطاله قبل ذلك في عام 2013 و2012 الى 13.9. وبالتالي لما نبص على هذه المؤشرات ونعمل مقارنه ليها
في كل دول العالم يا فندم النهارده، خاصه الدول الاوروبيه، في امريكا اللاتينيه، في الدول الاسيويه، هنلاقي ان احنا عندنا مقارنه ايجابيه، عندنا مؤشراتنا ما زالت ايجابيه، عندنا توافر. طب خلينا نتكلم بقى بشكل مفصل عن التقرير اللي بيقول ان مصر حققت، او الاقتصاد المصري حقق بالفعل مؤشرات ايجابيه في ميزان المدفوعات، عندنا زياده كبيره جدا الحمد لله، او نقدر نقول تضاعف العائد السياحه، كمان زياده كبيره في العائد من قناه السويس. خلينا بقى نتوقف على اهم النقاط في هذا التقرير. لو خدنا كل بند، اولا قناه السويس يا فندم بتتمتع بانها يعني احد الاليات المهمه جدا للنقد الاجنبي. مصر قدرت تشتغل على استراتيجيه مهمه جدا على انها تعمل نوع من المحفزات لكل الشركات الملاحه على مستوى العالم. توسع الكبير جدا الافق والرؤسي في قناه السويس وتسهيل المرور وتقليل زمن مرور السفن، ده ساعد بشكل اكبر على انه كل الشركات الملاحه العالميه بدات تاخذ هذا المنحى المائي او المجرى الملاحي المائي بشكل اوسع، علاوه على انه احنا بنشوف في سياسات التسويقيه لهيئه قناه السويس، خاصه في التوقيت الحالي. التوقيت الحالي انه كان في ازمه وفي توقف لسلاسل الامداد، فبدات السياسه التسويقيه انها يعني تخفض رسوم المرور، فده ساعد بشكل اكبر على انه كل الشركات الملاحيه الضخمه اللي بتتعامل بالمليارات بدات تتجه الى قناه السويس بشكل اوسع. وبالتالي النهارده كل القرارات التي اتخذت من انشاء منطقه اقتصاديه خاصه لقناه السويس وعمل مشروعات على جانبي القناه، علاوه على توسع افق راس بعض المشروعات اللي هتخدم الشركات الملاحيه بشكل اكبر، يعني لو سفينه، وخاصه ان احنا بنتكلم على سفينه كانت ايفر جرين اللي هي جنحت في قناه السويس ولم تستغل الوقت الكبير جدا في عمليه مرورها مره اخرى، ده ادى انعكاس لكل دول العالم انه اهميه هذا. طيب بالظبط، خلينا نتوقف برضو على نقطة مهمة جدا علشان بس الوقت استثمر وجود حضرتك معانا، ان من اهم النقاط اللي توقفنا عندها في هذا التقرير ارتفاع صافي استثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بمعدل 71.4% بيسجل 8.9 مليار دولار، وده في غير القطاعات او القطاعات الغير بترولية. ده نتيجة لانه عندنا تشريعات بتدي محفزات كبيره جدا للاستثمار الاجنبي بشكل اوسع، عندنا تخفيض كبير جدا، وكل المشروعات اللي مطروحه والخريطه الاستثماريه والمناخ الاستثماري في مصر ساعد بشكل اكبر على انه كل القرار الاقتصادي للمستثمرين الاجانب بدا يعمل مفاضله في كل الدول. لقى انه في اضطرابات في بعض الدول الاخرى الافريقيه، فبدا يتجه الى مصر، لان مصر تتمتع بنوع من الامان التشريعي، الثبات في السياسات الاستثماريه، علاوه على انه النهارده انت بتدي مميزات كبيره جدا للمستثمر، تخفيض بنسبه 2% في الضريبه الجمركيه، علاوه على انه النهارده بتدي له الارض بيتمتع بالعديد من المحفزات والحوافز الكبيره جدا الرأسيه والافقيه في كل المشروعات. والحاجه الجميله جدا هو اللي طرحتها الحكومه منذ فتره هي الاستثمارات اللامركزيه، يعني النهارده لو انت محتاج مشروعات انت هتصدرها خارج مصر، فبدات هذه المشروعات بالقرب من موانئ كبيره، بالقرب من سكك حديديه تقدر توصل العمليات او مستلزمات الانتاج من والى الميناء، وبالتالي ده ادى قرار كبير جدا للمستثمر الاجنبي انه الوجهه الحقيقيه للاستثمارات هي مصر، وده اللي احنا بنشوفه. آخر حاجة لازم بس نتكلم عنها برضو سريعا، احنا عندنا بالتأكيد خطة دلوقتي طموحة للوصول بالصادرات ل 100 مليار دولار، فمن هذا التقرير بنشوف برضو ارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية لتصل ل 25.9 مليار دولار. ده نتيجة لأنه فتح أسواق خارج مصر بدأ في التوقيت الحالي يرتفع، أن ارتفع مؤشر الصادرات المصرية بالنسبة لفتح أسواق خارج مصر بنسب بتصل إلى 28%، ده ساعد على أنه يزداد حجم الصادرات. وعايز أقول أنه قرار السيد الرئيس في عام 2014 كان قرار جريء جدا بالنسبة للصادرات المصرية، أنه أي منتج أو أي مصنع داخل مصر يجب أن تكون هذه الصناعة وفق المعايير العالمية في كل الدول الاخرى، لانه مصر سوق مفتوح مع كل دول العالم، فلازم نلتزم مع هذه الاسواق الاخرى بالنسبه لسعر تفضيلي، بالنسبه لجوده، بالنسبه لكل الخدمات اللي كل دول العالم بتقدمها، فده ساعد بشكل اكبر على فتح اسواق خارج مصر.
ايضا كل رد الاعباء التصديريه كبرنامج مهم جدا لتحفيز الصادرات المصريه ده ساعد بشكل اوسع على ان ترتفع. ان شاء الله نصل للخطه الطموحه، ان شاء الله نوصل لهذا الرقم 100 مليار دولار. كل الشكر الدكتور محمد الكيلاني استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعه عين شمس على هذه المداخله.